إما علماء رحمهم الله اللي كرسوا الحياة ديالهم لهذه الأمة، كانوا تيشوفوا أن أي وقت ضيعوه راه ضيعوه الأمة، ما تيقولش راه ضيعت واحد النهار لنفسي، وإنما يرى أنه إن ضيع يوما من عمره أو شهرا من عمره فقد ضيع الأمة، لأنهم جعلوا أعمارهم في خدمة الأمة. فهذا الإمام رحمه الله لما بغى يسافر الحج فكر هذا التفكير، قال دابا هاد 3 شهور ولا 6 شهور اللي غندوز فوق الدابة خاصني نكتب فيها شي حاجة. عنده مؤلفات أخرين، عنده مؤلفات في التفسير، في العقيدة، في الإيمان، في الفقه، يعني في الآداب عنده، ولكن قال خاصني نكتب شي كتاب، شي علم اللي ما يحتاجش للمراجع، لأن المكتبة ديالو اللي فيها المراجع غيخليها في دمشق في سوريا، وغادي يمشي للحجاز يحج ويمشي لمكة ويمشي للمدينة وعاد غيرجع. إذن هذاك الكتاب اللي غيكتب وهو فوق الدابة، ذاك الكتاب اللي غيكتب وهو فوق الدابة خاص يكتبه من حفظه، يكتبه من يعني مما يحفظه من الأدلة، ومما يحفظه من النصوص، ومما يحفظه من الأحداث. فقال شنو هو العلم، شنو هو العلم اللي ممكن نكتبه بلا ما نحتاج الكتوبة، بلا ما نحتاج المصادر، بلا ما نحتاج المراجع، شكون هو العلم اللي ممكن نكتبه من قلبي، يعني نكتبه من الصدر ديالي من الحافظ ديالي. قال أيسر علم بالنسبة لي هو السيرة النبوية، السيرة النبوية أي حياة الرسول، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه وأحداثه وهديه، غنكتب هذا الكتاب وأنا فوق الدابة وبدون مراجع بدون مصادر بدون ما ننقل حتى حاجة من شي كتاب، كل شيء غننقله من صدري. فهذه النية ديالو. إذن البداية ديال تأليف هذا الكتاب شنو، كيف كانت البداية؟ كانت هذه هي النية، النية أنني خاصني نملأ الفراغ، خاصني نملأ الفراغ وبالتالي نكتب واحد، نكتب شي حاجة اللي غنتفع بها أنا وغينتفعوا بها المسلمين. وبدأ كيكتب، بدأ كيكتب تيكتب تيكتب. هو غادي في الطريق، حنا دابا ملي كنكونوا غاديين في السفر شنو كنديروا؟ كنوا غاديين في السفر، ها اللي سايق الطوموبيل، ها اللي راكب في الكار، ها اللي كذا، كنتفجوا كما تنقولوا، تنشوفوا الحقول والحدائق والفراجات والجبال، مزيان هذا الشيء. دخلت هو واحد العبادة اللي هي عبادة النظر، عبادة النظر في ملكوت الله، التأمل في مخلوقات الله مزيانة، ولكن خص تكون معها عبادة أخرى، ذكر الله، تلاوة القرآن، استغفار، يعني شي حاجة ديال العلم النافع. ولكن تي مع شي جماعة تذكروا مثلا فيما ينفعكم في دينكم أو دنياكم، مذاكرة في العلم، رانا شادين طريق وتذكروا في العلم وتذكروا في كذا، ما يدوش الوقت فارغ. هذا هو علاش ابن القيم رحمه الله قال أودي هذا الوقت هذا ما خصوش يدوز فارغ، لأن إلا داز فارغ أنا اللي غنضيع وغادي تضيع الأمة. فمشى هذه الرحلة ديال الحج، وصل الحج وهو تيكتب، ورجع من الحج وهو تيكتب، ملي رجع للبلد ديالو شحال من كتاب لقى؟ لقى 9 المجلدات، منهم هذا المجلد اللي قدامنا دابا، هذا المجلد الخامس، هذا بوحدو، هذا المجلد الخامس، شوف قداش هو، هو قريب لينا كاع هذا البنيان. المقصود ان هذا الكتاب، لما كنقولوا كتاب زاد المعاد، راه ماشي مجلد واحد، راه 9 المجلدات كلهم تبارك الله عامرين بالعلم وعامرين بالسيره النبويه وعامرين بالهدي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. 9 مجلدات نافعه للامه، ومن اللي صوب هذا الشيء كامل بغى يقدموا لنا باش نقراوه للامه باش تقرا وتنتفع. قال لك هو المهم الا لقيتوا شي حاجه ناقصه تماك عذروني، انا راه كتبت فوق الدبه ديالي، راه ما كان معايا لا كتبه ولا مراجع ولا مصادر. ولكن شوف سبحان الله، بارك الله له في هذا الكتاب، بارك الله له
في هذا الكتاب. هذا الكتاب دابا تكتب دابا تقريبا 700 سنة، 700 سنة ما من كتاب ألف في السيرة النبوية في هذه 700 سنة، ما من كتاب ألف في السيرة النبوية إلا ويرجع إلى هذا الكتاب، بمعنى أنه ولا حدته هو مصدر من مصادر السيرة النبوية أو مرجع مهم ومصدر كبير من مصادر السيرة النبوية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكانت نيته رحمه الله أن ينفع الأمة، فنفع الله به الأمة، نفع الله الأمة ونفع الله سبحانه وتعالى هذا الرجل، وهو الآن في قبره، هو الآن في قبره ولكن العلم دياله يقرأ، هذا هو العلم الذي ينتفع به، العلم الذي ينتفع به. فشنا هو العلم الذي ينتفع؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا دابا راه حل واحد المشروع باقي محلول، المشروع ديالو باقي حل. إلا قلنا حليتي واحد المتجر وخليتي لأولادك وباقي هذاك المتجر خدام، مات الإنسان 100 عام وباقي هذاك المتجر خدام، باقي المشروع خدام، باقي الفلوس كيدخلوا، هذا هو المشروع ديال الآخرة. فهو راه حل واحد المشروع وجاك المشروع تسد باقي محلول. احنا كنقراو فيه دابا 7 سنين وحنا خدامين كنقراو فيه من 2014 وحنا باقي تنقراو في هذا الكتاب. اذا هذا غير هنا وسير لهيه وسير لهيه وسير لهيه وسير لهيه، يعني ان هذا العلم لا زال ينتفع به، علم ينتفع به. هذا هو اعظم مشروع، اعظم مشروع يخليه الانسان من وراه صدقه جاريه، بير، مدرسه قرانيه، مستشفى، خيرية، هذا كتسمى صدقة جارية. فاطمة أم البنين بنات جامع القرويين 13 قرن دابا، هذا يعني أكثر من 1200 سنة، أول جامعة في الإسلام. راه باقي الآن العلم، باقي ذاك الجدران ديالها وباقي ذاك البناية ينتفع بها، صدقة جارية باقي خدامة وفيها العلم الذي ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له، يدخل فيه الولد والبنت والحفيد والأحفاد، الأحفاد كل شيء ما حدهم تيدعيو وتيصيفطوا الدعوات للآباء والأجداد، راه باقى الصحيفة مفتوحة. إذن هذا باختصار يعني ما يهيج النفوس ونقول يعني يشجع طلبة العلم في العلم والتعلم والنفع الأمة. تكون دائما النية ديالنا، ما تكونش النية ديالنا أن ينتفع الإنسان وحده، بل أن ينفع نفسه وأن ينفع الأمة ويملأ الفراغ دياله. ما نقولش أنا ما عندي ما يدار، الصحابة ما كانوش كيعرفوا ما كاين ما يدار، العلماء ديال الأمة ما كانوش كيعرفوا ما كاين ما يدار. إلا لقيتيه في طلب العلم، لقيتيه في حفظ القرآن، لقيتيه في تعليم القرآن، لقيتيه في تعليم الحديث، لقيت يعني دائما راه شي حاجة اللي كتنفع، اللي كينفع بها الله الأمة.